إيمان المرضى بأن هناك علاج معين قادر على شفائهم هو أمر جيد. فطبيب التخدير الأمريكي هنري بيتشر اكتشف ما أسماه بتأثير الإيحاء أو بلاسيبو إفكت. ففي عام 1955 نشر نتائج تجربة أجريت على 1082 مريض مصابين ب 15 نوع مختلف من الأمراض، فوجد أن 35% منهم قد شفيوا من الأعراض باستخدام أدوية وهمية لا تحتوي على أي عناصر فعالة. ومنذ ذلك الحين وجدت الدراسات أن مصابين بآلام مزمنة كالقرحة في المعدة وأمراض القلب وحتى بعض المصابين بالاكتئاب شفي 60% منهم فقط بالأدوية الوهمية.